بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. برحب بكل طبعا في قناة مهندس أحمد سلامة. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح إزاي بنعمل نموذج الصيانة الشهرية، إزاي بيتكتب وإيه اللي يتكتب فيه بالظبط، وإيه خطوات الصيانة اللي تتم. كتبها لكم بالتفصيل في كام ورقة اهي، أوكي، مع الصور، تمام، مع صور كلها بوضوح ايه اللي موجود وايه الاخطاء وايه اللي بيتم بالظبط فيها، تمام. فان شاء الله كده نبدأ الفيديو بإذن الله بالنموذج، تمام. مبدئيا قبل ما اقول اي حاجة، اللي عنده اي اضافة يتفضل في الكومنتات يقولها، مفيش اي مشكلة خالص. اللي عنده اي حاجة يقولها. انا الفيديو ده طلب مني، بس قالوا لي يا ريت تشرح لنا باشمهندس ازاي الصيانة بتتعمل، كلام من ده. فانا هقول اللي عندي. اللي عنده اضافة يتفضل يقول، فاهمني، واللي عنده حاجة يتناقش فيها يتفضل يقول. يعني في ناس بتناقشني كتير جدا في حاجات، فاهمني، وانا بحب جدا 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 حاجة زي كده. ليه؟ لانه هو ممكن يضيف لي معلومة او ايه، او استفاد منه بحاجة، وفي نفس الوقت برضه هو ممكن يكون مش فاهم نقطة انا اقدر افهمها له، بس تمام لو اتناقش معايا فيها. مبدئيا نموذج الصيانة الشهرية، لو فضلنا ماشيين، لو احنا مشينا على اللي انا هقوله بالظبط ده، ان شاء الله الدنيا هتبقى تمام باذن الله، اوكي. مبدئيا نموذج الصيانة الشهرية ده بتكون ورقة بيضة بيتكتب اللي فيها تاريخ الزيارة وتوقيع العميل واسم المهندس او الفني اللي راح، والملاحظات اللي سيادته شافها هناك ايه، والملاحظات دي يفضل تكبر الخانه فيها بحيث انه ايه يقدر يكتب ملاحظاته كلها، تمام. من الاعلى بتكتب لي اسم العميل ورقم تليفونه، وهو عنده كام مصعد، لان وارد جدا يكون عنده فيلا مصعدين ثلاثه، وارد جدا يكون اسم عميل واحد عنده ثلاث عمارات وهكذا، تمام. الاضافه اللي انا هضيفها والله هي دي اللي المفروض يتكتب، بس تاريخ زيارة، توقيع عميل، اسم المهندس أو الفني اللي رايح بغض النظر، ملاحظات والكلام ده. يفضل تكتب التوقيت بالساعة، انت رحت له امتى بالظبط، تمام، وعدد الأفراد اللي رايحين كام فرد بالظبط، اوكي. انا شايف انه طالما انت رايح صيانة يفضل افضل اكتر من فرد واحد. هتقول لي لا ينفع فرد واحد يروح؟ اه ينفع، بس لو هو محترف فوق مما تتخيل، يعني لو شخص فاهم جدا 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 المصاعد. بس انا شايف يفضل شخصين الا ثلاثة اشخاص، يعني هي يفضل بتعمل اتنين افضل، اوكي، عشان لو حصل اي حاجة ما ينفعش شخص واحد يروح، تمام. والعميل هو اللي يوقع هنا. طب العميل مش موجود، النائب عنه، او المهم ان ايه الشخص اللي وقع هنا يكتب توقيعه واسمه جنبه. فدي الخلاصة الموضوع في نموذج الصيانة اللي يتعمل، تمام. طيب بالنسبة بقى للصيانة، نبدأ كده سيادتك. أنا داخل المصعد، أول حاجة هقابلها البير اللي هي الحفرة بتاعتنا، تمام، بير المصعد. أنا ماشي بمنطوق كلمة هتتقال كده، كل اللي هتقع عليه عينك هو اللي هيتم فحصه. يعني سيادتك اللي أنت هتشوفه هو اللي هيتم فحصه. احفظ المقولة بتاعتي دي، وإن شاء الله هي اللي هتخلص. هي مش بتاعتي، هي انا قايلها او ايه، هي بتتقال من اي حد، بس انا قلتها في حوار الصيانة عشان نخلص. اللي هي كل اللي هتقع عليه عينك هو اللي هيتم فحصه. يعني سيادتك اي حاجة هتشوفها في المصعد وانت جاي بتركب، كأنك عميل جاي بتركب، هو اللي انت هتفحصه. وتفحصه يعني ضمير، يعني ضمير، يعني اللي رايح فاهم في المصاعد وعنده ضمير، لان الصيانة دي هي اساس كل شيء. هي اساس انك تنقذ روح، هي اساس انك تحمي مصعد انه يقع، هي اساس انك تحمي شركة كاملة. فركزوا بالله عليكم وراعوا ضميركم في الصيانة، عشان هو ده الاساس في كل حاجة، اوكي. من البير كده مبدئيا المصعد سواء في تحت او فوق، انت مبدئيا بتفتح الباب للتأكد من سيادتك، تفتح الباب سواء في الدور التاني، اعتبر المصعد 3 ادوار. هنتكلم مثلا عن مصعد 3 ادوار، خلاص 3 فلور، اوكي، بغض النظر بقى انه كام فلور قدامي، تمام. فتحنا الباب،
والله احنا لو مشينا بالمنطوق ده المصعد مش هياخد ساعة زمن مني في الفحص اللي انا بقوله ده، والله ما هياخد ساعة، بس الفكرة كلها نمشي بنظام. لو هما شخصين مش هياخد ساعة، لو هما 3 أشخاص برضو مش هياخد ساعة، بس الفكرة كلها يفضل ما نروحش شخص واحد زي ما قلنا. تمام، انا بفتح الباب سيادتك، وانا بفتح الباب بمسك مفتاح طوارئ، فانت بتتأكد ان مفتاح الطوارئ اللي هو الرجلاش بتاعه شغال، انت بتفتح باب تتأكد انه شغال. اوكي، كل ملحوظة هناقشك فيها بسرعة كده، وفي الاخر اقولهم بشكل سريع كده لو عايزين. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة، بتشوف في صوت عند فتحه ام لا، يعني انت فتحت الباب اقفله وافتحه، بس ما تقفلش بقى خالص، فاهمني؟ يعني الباب انت فتحته وقفلته، حاول اللي هو ايه كأنك بتقفله تاني، بس ما تقفلش خالص عشان ما تفتحش تاني بمفتاح الطوارئ. اتأكدت ان مفتاح الطوارئ شغال، اقفله وافتحه. هل في صوت؟ وارد جدا يكون في بكر مكسور، افحص البكر بعينيك بعينيك. وصلت؟ بكر زي كل حاجة انا جايب لك ليها صورة هنا بالمنظر عشان يكون الكل مركز في بكر زي ده. ثواني كده، اهو فحص زي ده كده، تبص على البكر، فاهمني؟ ادي بكر اهي، وارد جدا تكون فاهمني مكسورة، دي مكسورة عليها حمل زيادة، كلام من ده، فاهمني؟ اهي بكر زي دي مثلا، وارد جدا، شايف التشقق بيبان ازاي؟ فيفضل انك تفحصها بعينك زي المنظر اللي انا بقوله ده بالظبط، تفحصها كده بعينك عشان ما تشوفش ايه، عشان ما يكونش قبل المنظر، لان وارد جدا هيعطل الاسانسير بسبب التشققات دي، فبتفتح منك. خلاص تمام كده، فانت بتتاكد من ده كله. طيب انا ماسك الباب، يبقى اتاكد من البكر، مفتاح الطوارئ شغال، انا ده كله في نقطه واحده. اول ما هغير هقول لكم، اتاكد من الشوز. اوكي، الشوز اللي هي تحت اللي الباب يقفل فيه او يفتح، وارد جدا يكون، واتاكد من اخر فتحه الباب واخر القفله، فاهمني؟ ده الابواب الخارجيه. طيب خلصت من الباب، انا كده خلصت الباب بالنسبه لي، خلاص اللي هي بص عليك، وهنمشي برضه من المنطوق اللي ايه، كل اللي هتقع عليه عينك هو اللي هيتم فحصه. عينك هتقع على ايه تاني؟ على البفر والسوست. اوكي، سواء هو بفر كاوتشات والكلام من ده، او سوست، سوست داخل بير على الارضيه، تمام، او داخل حفره على الارضيه. تمام، عدم وجود اي شيء بالبير مثل المياه، زي شوفوا انا هوريكم منظر دلوقتي، والله ده منظر من بيت واحد، والله ده انا اللي مصوره. اوكي، شايف المنظر عامل ازاي؟ البفر محطوط، شايف المنظر الميه عامل ازاي؟ ميه مغرقه طول البفر، يعني هي وصلت للبفر. شايف المنظر عامل ازاي؟ هل ده بالله عليك رضا ربنا؟ ما ينفعش. وصلت النقطه؟ طب وارد جدا انا ما عنديش ضمير، ما فحصتش، مش ده ممكن يسبب في مشاكل كبيره جدا؟ وارد ولا مش وارد؟ لو الميه دي بغض النظر فين مصدرها، في ناس هتقول والله لا يا باشمهندس مفيش الكلام ده، لا 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 ده الدنيا تمام، والميه دي ولا ريحه اللازمه عادي خالص، الاسانسير شغال 100 100، انا بحترم كلامك على دماغي من فوق مفيش مشكله، بس انا هقول لك بس نقطه هخليك تبين قد ايه الخطر يحصل. سيادتك لو الميه دي احنا مش عارفين مصدرها منين، وارد جدا المصدر ده يكون فيه كهرباء ويكهرب للميه دي، صح؟ الميه دي لو اتكهربت او حصل ماس فيها، بغض النظر هي مصدرها منين، ها اتاري دي كانت ماسوره ضربه بره وعامله ترشيح مش عارف منين، المهم الراجل فضل يتكلم كده، المهم خلصت الموضوع، انا وقفت المصعد في الحاله دي، او ما شفت منظر الميه دي وقفت. وصلت الفكره؟ الفكره كان بيتعمل له صيانه مره واثنين وثلاثه، مفيش حد مركز فيها، انا اجيب بالصدفه بشوفها، فلقيت الموضوع ده طالما خطر وقف. المهم نرجع لموضوعنا، وارد جدا يكون في ايه، لو لمست كهربا يعني الميه اتكهربت، يعني السكك اتكهربت، يعني هتدمر اي حاجه في سكتها. نعتقد ان في الحاله دي السكك اتكهربت، وارد جدا 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 تلمس اي حاجه في اي وقت، تلمس في الكابينه، تلمس في اي حاجه، الله اعلى واعلم. هتقول لي الكراسي هتحميها، وارد جدا 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 برضو، نحط احتمال بنسبه بص 1/10%، مش 1%، 1/10% ان طفل جوه المصعد وحصل اي ماس، هتبهدل لنا الدنيا كلها. وصلت الفكره؟ بس
دي حبيت اشارك معاك الصوره دي. اوكي نكمل. عدم وجود شيء، تمام. التاكد من ثبات الاعمده سواء التال او الكابينه. سيادتك بتمسك هنا كده اللي بينزل في بير، لو البير نظيف تمسك بايدك كده وحاول تحرك، تتاكد ان الكوابيل مظبوطه، المسامير بتاعتها مظبوطه، تقرط عليها كويس. وصلت؟ تمام. نخش على اللي بعديها. التاكد من دايره امان بانك بتطلب المصعد وارد جدا يعمل او لا يعمل. يعني احنا واحنا بنفتح الباب سيادتك اطلب المصعد وارد جدا ينزل، صح؟ فانت سيادتك انت كده بتفحص دايره الامان رقم واحد. رقم اتنين بتامن نفسك عشان لو انت نزلت البير ولا حاجه وواحد مسك لك الباب ان هو مش هينزل غصب عنك او انت مش واخد بالك فينزل. وصلت النقطه؟ فانت بتفحص دايره الامان من النقطه دي برضو. تفحص الباراشوت، تفحصه بالكامل سواء الواير مشدود بغض النظر عن البير اللي زي الزفت ده. نخش على الواير نفسه، الكتله نفسها ماسكه كويس، ممسوك، مربوط بالسيبروتينه بتاعته كويس وهكذا يعني. فنتاكد من الباراشوت. اتاكد من سلامه الكابل المرن غير ملفوف. هتقولي اتاكد من سلامه الكابل المرن ازاي وانا في البير؟ انا ده كله انا بتكلم على البير. اوكي لا، غير ملفوف ده اللي هو انا اقصد بيه انت سيادتك هنا بص فوق هتلاقي الكابينه، ظهر البوتوم بتاع الكابينه او القاع بتاع الكابينه. تبص بس على الكابل المرن شوفوا نازل نزلته مظبوطه ولا لا، وارد جدا يكون ملفوف على بعضه وكده. فاللفه دي ممكن تعمل له احتكاك مع الكابينه او احتكاك مع السكه او مع كابولي نازل فيعمل لك مشكله. فايه تاكد من سلامه الكابل المرن وانت تحت. وقلنا برضو بنرجع للنظريه دي. اوكي نخش عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. للملحوظه رقم 10 التاكد من عدم وجود اصوات اوكي في المصعد من الداخل وانت بالخارج. يعني سيادتك وانت بتطلب المصعد اللي هو ينزلك تحت اتاكد ان مفيش اي صوت جوه، مفيش اي احتكاك باي حاجه، مفيش اي صوت صفير، مفيش اي اهتزازات الكلام من ده. فانت اي شخص معاك وانت بتعمل صيانه ما تخلوش يتكلم معاك عشان ما يشغلكش عن ضميرك او انك تفحص الحاجه بضمير. اوكي وسيادتك برضو بتفحص الطلبات الخارجيه بالمبينات، يعني 7 سيجمنت بتاعك والطلبات الداخليه اتاكد ان هو شغال 100 100 مفيش اي مشكله فيه. تمام. اتاكد من فحص الاسلاك المثبته على الحائط اللي هي اللينيا بتاعتك. تمام. نظف المجاري بتاعه العتب او الهيدر، اوريك جدا عليها اتربه كلام من ده برضو. تمام. اوريك المنظر دلوقتي برضو، المنظر ده شايف كمية الأتربة اسمنت مسلح. اوكي ده كنا مغير بكرة. فشوف المنظر ده وارد جدا مع الاهتزازة، فتحة باب داخلي ما هو بيعشق مع الخارجي، شوية تراب ينزل يعلق لك السيفتي ده، يعلق لك البكرة دي فيعمل لك مشكلة، يعلق لك برضو اللقمة ديت نفس الكلام تعمل لك مشكلة. وصلت؟ وده كله بيعمل مشاكل برضو، عشان كده احنا بنقول انه ننظفها افضل. لو معاك بلاور تنظف افضل. فحص علبة كده احنا خلصنا بالنسبة كده لل البير. خلاص نظفنا المجاري اللي هو العتب. خلاص العتب ده اقصد بيه تنظيف المجاري اللي هو العتب اللي هو باب الداخلي واحنا وانت في البير. تمام. خلصت البير، اقصد يعني الدور الارضي في البير. اوكي خلصت البير بتخش على تطلع فوق، تطلب المصعد وتنزله تحت عشان تقدر تطلع فوق الكابينة. تفحص علبة الصيانة وتتأكد انها متثبتة، وتفحص مفتاح التبديل بتاعك اللي هو السلكتور صيانه، والنورمال بتاعك ان هو شغال طبيعي. وتاكد من الاسلاك بتاعتك عاريه ام لا، يعني تشوف اي سلك موجود فوق الكابينه وارد جدا يكون في اسلاك عاريه ام لا. تمام. ركوب فوق المصعد وتشغيله صيانه ومراقبه الاصوات والاهتزازات، يعني تراقب كل ده. تمام. البنود دي كلها المفروض تكتب في ورقه سيادتك، واللي بتعمله بتدي عليها علامه صح او علامه غلط. يعني عندك ملحوظه فيها ادي علامه غلط عليها. فحصت الحاجه اللي مكتوبه في الورقه اللي انت بتكتبها دي اللي انا بقول لك عليها دي، خلاص ادي عليها اوكي مفيش مشكله خالص. تمام. مراقبه السكك بالكامل تثبيت، يعني سيادتك وانت راكب فوق المصعد بتشغله صيانه وتتحرك بيه كانه نورمال. وصلت؟ تحرك بيه فوق اب ليميت داون ليميت، شايك على كل حاجه. تمام.
ايضا بتشيك على الاسلاك سواء اللينيا او الكابل المرن بالكامل. وصلت الفكره؟ بالكامل تمام. بالنسبه للكابل المرن ده وارد جدا تكون بالمنظر اللي انت شايفه ده، دي برضه ملحوظه. شوفوا ده، والله برضه كنت راكب فوق مصعد نفس الكلام. بص شوف المنظر عامل ازاي، فدي بتلمس بغض النظر سلك كهرباء او سلك، دي بقى تبقى مصوبة اكبر لو سلك كهرباء، يلمس في حاجة، يلمس في الكابينة. في ناس عملاء اساسا مرة قال لي كان في كابل زي ده بالظبط بس مكنش ده، يعني يقول لي والله المكان الكابينة بيحصل فيها ماس غريب كده لحد ما حصل عنده مشكلة. وشوف ف ده خطأ اساسا تمديد كابل مرن، فاهميني؟ هي دي الفكرة يعني. تمام. فبنشوف بعدها ننظف اي زيوت فوق الكابينه وتنظيف الحساسات والمغناطيسات بتاعته. اوكي، يعني المغناطيسات على زيت الكلام من ده، على اتربه كلها تنظف، والتاكد من علب الزيت وانها مليانه بالزيت اللي موجود، زيت كابينه بلاش زيت وسخ يا جماعه ولا زيوت فيها اتربه. يفضل زيت كويس وزيت نظيف، ويفضل يكون جديد، علبه مش هتخسرك حاجه تحطها. لو انت بالرياض يعني ده بخمسة ريال بتحطها، خلص الموضوع يعني. ما نحطش بقى جاز والكلام الهري ده، لان الجاز يا جماعة الجاز ده اسمه تنظيف، بنضف بيه ملء اتربة. انتوا متخيلين ملء اتربة ده في الاول خالص، بعدها الجاز ده ما بيلمس اي حاجة. وصلت الفكرة؟ ما فيش بقى الناس تقول لي حطه بتاع، لا زيت يتحط زيت كامل. اوكي. بعدها بنفحص، نخش بقى على مرحلة الكابينة. دخلت الكابينة جوه، بتخش فحص اضاءة فوق الكابينة، لا لسه ما دخلتش الكابينة عذرا، بتفحص الاضاءه اللي فوق الكابينه اللي يفضل عشان لو الدنيا ضلمه جوه تتاكد. تمام. وتاكد من سلامه الحبال بالمنظر اللي احنا بنشوفه ده. يفضل الزراجين تتاكد انها مربوطه كويس، والاحبال نفسها مربوطه بشكرتون. في ناس تقول لي لا لا يا باشمهندس مش لازم شكرتون ولا الكلام من ده، عمر الحبل ما ينفد. والله انت لو بدون زرجينه عمر الحبل ما ينفد برضو، مش هينفد من الزراجين نفسها دي. وصلت؟ بس احنا بنتكلم في نقطة، احنا انت مأمن بزراجينة واتنين، وفي ناس بتأمن بزراجينة تالتة، ويفضل تربط الرقبة عند الجزء المتحرك اللي هو الجزء القصير ده. تمام. وناحية الصامولة بتكون الحبل الطويل. تمام. دي الربطة الصح. تمام. وشركات براندات بتعملها كده. طيب الشكرتون ده بتعمله ليه؟ امان لسيادتك، عشان الحبل مبدئيا رقم واحد ما يفتلش، ما يفكش من بعضه، ده لو هيفك. رقم اتنين ان هو تتأكد امان ان هو ما فلتش من مكانه. وصلت؟ بدل ما تشيك عليه كامل، لا اتأكد ان هو ما فلتش من مكانه ولا ملي، ان الشكرتون محطوط عليه بنظافة يعني. بس تمام. اتأكد من سلامة الحبال. بعدها بتروح بتشوف التشققات في سقف المصعد اللي هو في الاوفر هيد بتاعك، انت بتطمئن. انا كاتب للاطمئنان فقط، مش يعني مش اكيد المعلومه دي، مفيش مشكله، اللي عايزين يكتبها اكتبها، اللي مش عايز براحتك. الشقه دي بالنظر برضو اللي هو طلعت فوق خالص، بص الاوفر هيد وارد جدا تكون المكن اساسا مش متثبته في اللي على كرسي كويس، او على كرسي منفذ من الغرفه، فاهمني؟ عشان تكون على قمر ساقط كويس وهكذا يعني. فانت بص اللي هو الشيك تشيك سريع بس. تمام. بعدها بتيجي تخش الكابينه، بتفحص الفوتوسيل بتاعك اللي هو بيفتح الباب، اللي بتحطه قدام الباب ايدك يفتح الفوتوسيل بتاعك او الخلايا الضوئيه زي ما تسمها. تمام. وتاكد من وقوف على الدور والفحص مسافه ما بين العتبتين، يعني تقف على الدور تتاكد ان المصعد بيقف على كل دور كامل، وانت طالع وانت نازل افحص الاهتزازات وافحص اي صوت في المصعد. الوقوف على الدور دي يعني بيقف ليفل، يعني بيقف العتبه على مستوى الدور، خلاص ليفل. اوكي. المسافه من بين العتبتين زي ما حضرتك ما هتشوف دلوقتي بالظبط كده، دي مسافه من بين العتبتين، شايفين؟ الى حد ما كويسه صح. لو وريتك بقى مسافه تانية، ايه فيها اجبرك دلوقتي؟ زي المسافه دي كده، شايفين دي صغيره ازاي من هنا وكبيره ازاي من هنا. فدي الفكره، انت سيادتك المصعد اساسا كم كنت مثلا مستلمه من الاول كويس والدنيا تمام، ده معناه كده ان يبدا بقى تشوف الخلل من ايه بالظبط. وارد جدا يكون الكرسي من تحت اتحرك سنه، فاهمني؟
وارد جدا يكون العتبة مش مثبتة كويس على حسب العطل يعني، وعلى حسب انت تشوف ايه بالمنظر. اي ملحوظة المفروض بتكتبها سيادتك في نموذج الصيانة. خلاص نكمل، انا بوريك كل حاجة بنموذج عشان تكونوا شايفين الاعطال بنفسكم. تمام نكمل. وقفنا على الدور والفحص المسافة بين العتبتين. خلاص تمام، نخش على الإضاءة. الإضاءة في اللي تتأكد على البوتونيرة إن الإضاءة شغالة 7 سيجمنت اللي هو المبين بتاعك تمام، الطلبات مع أكملها شغالة كزر الدنيا تمام، وتفحص الهاندر اللي بتاعك، الهاندر اللي هو اليد دي أنا مش عارف هي مكتوبة بالإنجليزي كده صح ولا لأ، بس يعني هاندر أوكي اليد دي. وطبعا تنظف الأتربة سواء في العتبة أو على الستيل واللي في الديكور الأتربة كلها، وتأكد من إحكام بس كده. كده خلاص بالنسبه للكابين. طلعت فوق سيادتك بقى، اتاكد من احكام الغرفه وعدم دخول اتربه بها، ولو في المفروض تبلغ العميل تمام، واذا كان يوجد مكيف اتاكد من سلامته وانه يعمل بحاله جيده تمام. طيب لقيت في اتربه سيادتك، المفروض اذا كان يوجد اتربه فلابد من تنظيفها سواء في الكنترول او على المكنه او على غيره، وتحذير العميل من هذه الاتربه او وجود شفاط بيسحب الهواء الساخن عشان السخونيه بتاعه المكان او الغرفه يعني عامه. سيادتك بتفحص المكنة بالإحبال بالطارة وهل يوجد رايش أم لا، في رايش كده بيبقى كنا المكنة عشان تتأكد إن الطارة ما بتتكلش الكلام من ده أوكي. الزيت على حسب المكنة. الموضوع ده اتكلم فيه ناس كتير ويقول لك إن إحنا بنحط بترومين مش عارف رقم كام وبترومين رقم كام، أنا ما أتذكرش الأسماء، بس الزيت ده بيجي على حسب المكنة يعني، صانع الماكينة هو اللي بيقول لك سواء المكنة مونتيناري سيكور أي حوار أي مكنة مهما كانت أوكي، بغض النظر زي ما كان. فانت اساسا بيجي لك زيت، الزيت ده المفروض سيادتك تصوره وبيبقى المكان بتاعك كله طالما نفس النوع. خلاص فسيادتك ركز في الحته دي لان طول العمر بيتعلق بزيت الجيربوكس، طول عمر المكنه بيتعلق بزيت الجيربوكس. خلاص تمام، فانت سيادتك لقيت الزيت اسود ومحروق، اعرف ان في حاجه غلط جواه او شميت ريحة فيه، وتعرف ان كده فيه بدأ يتاكل الزيت جواه او يتاكل الجيربوكس بتاعه، فيبقى كده الزيت ده بقى اساسا مش بتاعه اوكي. فتتأكد من حتة زي كده لان وارد جدا تاخد مصعد صيانة، وارد جدا تاخد مصعد مش بتاعك، فتأكد من الحوار ده. الزيت ما يكونش داكن قوي او قريب للسواد ده غلط خالص، او محروق او له ريحة ريش او ريحة حاجة محروقة كده ده اكبر غلط، او فاقد اللزوجة، فقدان اللزوجة اللي هو عامل يعني تحط ايدك فيه كده او تحط حاجة فيه يبقى مية كأنها بتنزل معاك كده مفيش اي لزوجة فيه تمام، المفروض تلاقيه تقيل كده في اللزوجة بس. ده كده انا خلصت مراحل الصيانة كلها، واللي عنده اي اضافة اي حاجة يتفضل يقولها مفيش اي مشكلة خالص، انا متقبل اي حاجة ومتقبل اي نقاش في اي حاجة. ودي بالنسبة للملحوظات كلها اللي المفروض ان الكل يركز فيها. بس دي خلاصة الموضوع كله، انا هقولهم على السريع كده عشان الكل يبقى يركز بسرعة كده. اتأكد ان مفتاح الطوارئ يعمل شغال 100%. كل الملحوظات اللي انا بقولها في الاول دي بتطبق على الثلاث ادوار والبقية الادوار كلها. مفتاح الطوارئ يعمل، بيوجد صوت عند فتحه ام لا، واتأكد من البكر، اتأكد من حالة الشوز، البفر والسوست اتأكد انها موجودة او لا، عدم وجود اي شيء بالبير اي مية اي كلام من ده تمام. كل حاجة من اول صفحة دي هتطبق على التلات ابواب او التلات ادوار، لاني ورج انا هشوف مفتاح الطوارئ في كله، هتأكد من الصوت فتحه ام لا في البكر كله، الشوز في الابواب الخارجية، البفر والسوسة ده طبعا جوه البير تمام، عدم شيء في البير ده جوه البير. خلاص ثبات الاعمدة ده هشوفها في كله وانا فوق الكابينة، دوائر الامام في كله، الباراشوت هشوفها في البير، من سلامة الكابل المرن هشوفه من فوق الكابينة في كل الأدوار. خلاص دي خلاصة الموضوع، والموضوع كده انتهى إن شاء الله. طيب عشان ما اطولش عليكم الفيديو، أنا فوق الكابينة اهو بتأكد بالنظر كده من سلامة الكابل المرن، أشيله بإيدي أتأكد إن فيش أي حاجة الدنيا تمام، من سلامة الموتور بتاعة الدور أوبريتور لو الجهاز الباب الدنيا أوكي مفيش مشكلة خالص، ننظف المجرى دي أوكي. ده شرح سريع كده عملي زي ما قلنا هنا كده. خلاص الزرجينة اكيد مربوطة تشيك على المسامير بتاعتها بس. دي غرفة مكنة ملهاش باب،
تتأكد وتكتبها في الملاحظات وسيادتك تبلغ العميل بيها عشان يكون عندك إثبات إن إيه مفيش غرفة أو مفيش باب أقصد. أوكي، دي بكرة تراك مكسورة قبل كده وشرحناها. تمام، هنا المسامير دي تشيك عليها، كل حاجة في الدور أوبريت تشيك عليها، ورق جدا مسمار مفكوك على وشك إن هو فك أو سنة فك بسيطة بيعمل لك مشكلة. تأكد إن مفتاح الستوب الأحمر ده شغال فوق الكابينة بتاع ال ده. تمام، هنا نفس الكلام، ده المفروض فيه مكيف، سيادتك يا اما يقفله خالص عقبال ما يجيب له مكيف، يا اما ما يسيبش مفتوح كده. خلاص الموضوع ده هيخش في اتريه بقى امطار هيعمل لك مشكله، ولو دخل في امطار الميه نزلت على الكابينه هتعمل لك مصيبه. اوكي، تشيك على الطلبات الخارجيه، وارد جدا يكون في 7 سيجمنت مش شغال، فبدل ما المشكله تتفاقم وتزداد يعني فالمفروض يعمل عليه تشيك كامل مني. ده الكابل المر اللي شرحناه قبل كده اللي هو غلط، ودي المسافات اللي قلت لك اعمل عليها تشيك، والموضوع كده يكون انتهى ان شاء الله. تمام، لو في اي استفسار تحت امركم، اللي عايز ياخد نظره سريعه على الكلام اهو، عايز ياخد سكرين شوت مفيش مشكله خالص على الكلام، عشان مش هقوله كله عشان ما اطولش في الفيديو اهو. تمام، خلاص، تمام، وانا تحت امركم في اي شيء، واللي عايزني يناقشني في اي حاجه انا معاه مفيش اي مشكله خالص. اوكي، يلا دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.